أبو فلا يجمع مليون دولار في بث مباشر خلال 28 ساعة، ومشهورة السناب أمير الناصر تتعرض لحادث مفتعل هدفه الشهرة وزيادة المشاهدة. أعلن اليوتيوبر الكويتي أبو فلا السبت عن تمكنه من جمع مليون دولار من التبرعات عبر حملة دف قلوبهم لمساعدة اللاجئين قبل فصل الشتاء. وكانت هذه الحملة التي تلقت دعم واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بالوطن العربي، خاصة بعد تحقيق هدفها في جمع المبلغ الذي لم يستغرق سوى 28 ساعة فقط، حيث كان قد أوضح قائلا: بمناسبة وصولي إلى 20 مليون متابع، قررت نسوي حملة متابعة أبو فلا لتوفير احتياجات آلاف الأسر اللاجئة خلال فصل الشتاء. نجمع مبلغ مليون دولار ببث مباشر على قناتي باليوتيوب غدا يوم الجمعة ساعة 8 مساء. أدري المبلغ جدا كبير، بس بإذن الله قادرين عليه. وتذكر، الدال على الخير كفاعله. وشاهد البث المباشر على قناته في يوتيوب الذي استمر أكثر من 24 ساعة ملايين الأشخاص حول العالم، ووصل عدد المتبرعين إلى أكثر من 30 ألف شخص، ومنهم من تبرع بعشرات الآلاف من الدولارات، نذكر منهم من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي عائلة أنس وأصالة بمبلغ 10,000 دولار، واليوتيوبر نارين بمبلغ 7,000 دولار، وغيرهم من مؤثرين مواقع التواصل الاجتماعي مثل ناجي القاق وجو حطاب سحس وغيرهم الكثير من دعموا أبو فلا في حملته. وكتب محمد هنيدي: الصديق الجميل أبو فلا اللي كلنا فخورين بكل اللي بيعمله، قدر يجمع مليون دولار تبرعات في 24 ساعة. ياريت كل مشاهير الانترنت ياخدوا أبو فلا قدوة ليهم، وإن الشهرة اللي ربنا ادهلهم يستغلوها في الخير بأي شكل أيا كان. أما المخرجة آلاء حمدان كتبت: الفكرة وإن لم يقم بها أبو فلا من جديد، فكرة ملهمة جدا لغيره، جمع تبرعات من خلال اللايف. وصل المليون بعد ما سهر لأكثر من 24 ساعة وغفى قليلا أمام الشاشة من شدة الإرهاق، ليعود بهمة أقوى ليكمل المليون. الله يجزي ويجزي كل متبرع وداعم كل خير. وكتب أبو فلا على حسابه في تويتر: الحمد لله دائما وأبدا، شكرا لكل شخص دعم البث من دعاء أو نشر أو تبرع، ربي يجعلها بميزان حسناتنا أجمعين، الحمد لله جبنا المليون. هذه الحملة لم تكن الأولى لأبو فلا، فمن الحملات الخيرية التي قام بها بناء مسجد من خلال جمع التبرعات منه ومن المتابعين، وسيكون هذا المسجد صدقة مستمرة له وللمتبرعين. وقام بتخطيط وإنشاء حملة بعنوان بئر أبو فلا ومتابعينه، وسيذهب هذا البئر إلى مالي، كما قام بتوفير المياه النظيفة لأكثر من 500 شخص. وننتقل من اليوتيوبر أبو فلا إلى مشهورة سناب شات أمير الناصر. تعرضت السعودية أمير الناصر مشهورة سناب شات لحادث مروع أثناء تسجيل مقطع فيديو. ونشر زوج أمير الناصر مشعل الخالدي فيديو أظهر زوجته وهي تقود السيارة وصديقتها تجلس إلى جانبها قبل الاصطدام. وكشف الخالدي عن حالة زوجته الصحية، مشيرا إلى أنها في العناية المركزة المؤقتة حيث تخضع للفحوصات الطبية. وأشعل الفيديو موقع تويتر وتصدر هاشتاج أمير الناصر قائمة الأكثر تداولا في السعودية، وسط اتهامات عدد من الناشطين بأنه الحادث مفتعل والهدف منه الشهرة وزيادة عدد المشاهدات. ونشرت أميرة قبل فترة مقطع فيديو عبر حسابها في تطبيق سناب شات، ظهرت فيه وهي منهارة بالبكاء بسبب تعرضها وزوجها لحادث سير. كشف المحامي السعودي بكر الفلاح عن الاسم والجنسية الحقيقية لمشهورة سناب شات أميرة الناصر، وأوضح في تغريدة على حسابه بموقع تويتر أن الناصر اسمها الحقيقي هو خديجة الداعو وإنها سورية الجنسية. وأكد أنه ما يقوم به مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي من تغيير أسمائهم هي جريمة نصب واحتيال، مشددا أنها جريمة مكتملة الأركان وعلى الجهات المختصة النظر فيها. وكتبت جوليا: الصراحة تستاهل جائزة الأوسكار. أما ديم زهراوي كتبت: مخرج فيلم الحادث يحتاج دراسات أكثر. وهاي كانت أهم أخبارنا لليوم، بنشوفكم الحلقة الجاية.